السلام عليكم دكاترة، أنا زميلكم هاجر هشام. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن العمل بتاع الهيستولوجي. أول حاجة قبل ما نبدأ عايزين نجدد النية، يعني أي حد مثلا امتحن قبل كده وحس إن هو الأداء بتاعه ما كانش كويس أو الدرجات بتاعته ما كانتش كويس، نرمي ده كله ورا ظهرنا ونبدأ في الجديد. تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة، احنا طبعا احنا بنمتحن العملي هتبقى ذاكرت النظري او امتحنت عن النظري، لان دي حاجة مهمة. انت دلوقتي في العملي هيجي لك عبارة عن سلايد قدامك او ورقة مكتوب في بالنسبة لي الاي ام اللي هو الالكترون مايكروسكوب. تمام، ويبدأ ان هو يسألك تايدنتفاي ايه اللي قدامك ده، السلايد دي، الورقة دي، وبعدين هتبدأ ان انت تكتب كومنت او تتسأل اسئلة. تمام، فده الجزء اللي هو بتاع الكومنت او الحاجات دي كلها، ده بيبقى عبارة عن نظري، معتمد على النظري ان انت تبقى عارف هتكتب ايه. جزء ان انت تايدنتيفاي، يعني تعرف ان السلايد دي عبارة عن سيمبل كولامنر، تعرف ان دي عبارة عن كذا، ده الموضوع بتاعنا ده دلوقتي. تمام، اول حاجة في البراكتيكال عندكم ايه؟ عندكم اللايت مايكروسكوب. هنتكلم في اللايت مايكروسكوب على ابيسيليان وكونكتيف تيشو. تمام، وهنتكلم بعد كده على الكترون مايكروسكوب. اول حاجه في اللايت مايكروسكوب، احنا عندنا دلوقتي قلنا السيمبل والكونكتيف تيشو او الابيسيليال والكونكتيف تيشو. الابيسيليال عندنا نوعين، يا اما سيمبل اللي هو سيمبل سكويمس، سيمبل كيوبويدال، سيمبل كولامنر، وسبيشال تايب من السيمبل اللي هو سودو ستراتيفايد. تمام، وبعد كده الاستراتيفايد، الاستراتيفايد سكويمس، الاستراتيفايد كولامنر كيوبويدال، والسبيشال تايب من الاستراتيفايد اللي هو عباره عن الترانزيشنال. انتوا دلوقتي في البراكتيكال عندكم سلايدات ايه بالنسبه للسيمبل؟ كل السيمبل اللي احنا اتكلمنا عنه، السكويمس والكيوبويدال والكولومنر والسبيشال تايب منه. بالنسبه للستراتيفايد عندكم الستراتيفايد سكويمس بس، الستراتيفايد سكويمس سواء نون كيراتينايزد او كيراتينايزد، في منه شريحتين، سيك سكن وسين سكن، وبعد كده السبيشال تايب من الستراتيفايد اللي هو ترانزيشنال ابيسيلي. يبقى ده بالنسبه للسيمبل والستراتيفايد. عندكم بقى سبيشال تايب من الابيسيليا اللي هو النورو ابيسيليا، النيورو ابيسيليال والسيروس والميوكاس جلايد. ده كده بالنسبه للابيسيليال. بالنسبه للكونكتيف تيشو عندكم كونكتيف تيشو، هنتكلم عن الاورطه، في سلايد للاورطه او شريحه للاورطه، ودي بتتصبغ بالاورسين. تمام، ليجامنت منكي، ده عباره عن ليجامنت بيبقى موجود كده في ظهر النك اللي هو الافع يعني. تمام، عندكم منه شريحتين، يا اما ترانسفيرس سيكشن يا اما لونجيتودينال سيكشن، وده برده بيتصبغ بالاورسين. عندكم التندون ترانسفيرس سيكشن ولونجيتودينال سيكشن، برده شريحتين. عندكم الميوكويد كونكتيف تيشو اللي هو بيبقى موجود في الامبليكال كورد، دي الشريحه اللي موجوده عندكم. والريتيكولار كونكتيف تيشو، واهم حاجه بيتصبغ بالسيلفر. كل الشرايح دي عباره عن كونكتيف تيشو. اهم حاجه فيها قبل الشريحه اساسا انت مفروض تاخد بالك من السبيشال ستين اللي موجوده. تمام، بعد كده عندنا الشرايح بتاعه الالكترون مايكروسكوب. تمام، هنبدا نسكن بقى. عندنا اول حاجه هنتكلم عن السيمبل سكويمس او السيمبل، وبعد كده الاستراتيفايد. السيمبل بيبقى فيه تسكيمه كده هنعرفها. انت لما بيجي لك السلايد هتكتب مثلا ده عباره عن ال ام او اي ام، 3 ال ام. تمام، هتكتب الستين لو في سبيشال ستين هتتكتب، بتبقى اهم اسامي من الشريحه نفسها. يعني ايه تكتب لو في سبيشال ستين موجوده؟ لو مش كده يبقى اتش اند اي. وبعدين تبدأ تكتب اسم الشريحة اللي قدامك، وبعدين الكومنت اللي موجود او الاسئلة اللي هتبقى موجودة عليها. يعني مثلا احنا عندنا اول حاجة السيمبل، هتقوم جات لي شريحة قدامي لي اللي هو السيمبل ابيسيليال، هتكتب ده عبارة عن LM بH and E، والشريحة اللي قدامي دي مثلا دي سيمبل سكومس ابيسيليال. وليه هي عبارة عن سيمبل سكومس ابيسيليال؟ احنا عندنا اي سيمبل بيبقى عبارة عن سنجل لير، بتبقى ريست على بيزمنت ممبرين، بيبقى تحتها الاندرلاين بتاعتها بيبقى كونكتيف تيشو فايبرز، وبيبقى فيه بلود فيسز. تمام، هتكتب الايه الحاجات دي. فانا عندي دلوقتي اللي قدامي دي عباره عن ايه، سمبل سكوامس ابيسيليال. انت عرفت ازاي ان هي سمبل سكوامس ابيسيليال؟ عندي دلوقتي سنجل لاير من السيلز من الجاف، كل اللي تحت احنا بناخد اخر طبقه دي اللي هي عباره عن سمبل سكوامس ابيسيليال. اهي سمبل سكوامس ابيسيليال، بتبقى ريست على بيزمنت ممبرين، الاندرلاينج بيبقى عباره عن كونكتيف تيشو، والسيمبل سكويمس ده بيلاين ايه؟ بيلاين الاندوثيليال او البلاد فيسز. انا دلوقتي مهم عندي في العمل ان انا اعرف الاول الشريحه، وانا هقدر ان انا اجاوب على الباقي. فدي عباره عن ايه؟ دي سهله قوي، السيمبل سكويمس اهي في شكل تاني ليها. بنيجي نبص على اخر جزء بنلاقي اللي هو سنجل لاير اهي، والسيلز بتاعتها بتلاقيها سكويمس وفلات، سكويمس سيلز وتلاقيها فلات.
جينا لو جينا قربنا هنا هنلاقي السلسلة شكلها عامل ازاي. فليت ايه دي النيوكلس بتاعتها عبارة عن فليت وهي لير واحدة. تمام ده الصور دي من الفيديوهات عبارة عن لير واحدة تقوم جاي قايلة على طول ده سيمبل سكوامس ابيثيليان اتش اند اي ده لايت مايكروسكوب. تمام كده وتكتب الكومنت او الاسئلة اللي هتبقى موجودة. يبقى ده بالنسبة لأول شريحة اللي هي سيمبل سكوامس ابيثيليان. تاني شريحة عندي هو عبارة عن السيمبل كيوبويدال. السيمبل كيوبويدال دلوقتي بيبقى شكله عامل ازاي؟ هي بتبقى كيوبك شيب ده اللي هو شكل السيلز من ورا، وقلنا ان هي بتبقى من فوق يعني، ودي بتبقى عبارة عن سنجل لير برضو. يعني هتقوم قايل دي عبارة عن سنجل لير من اللي هو كيوب شيب كيوب شيب للسيلز. تمام بتبقى لسه على بيزمنت ممبرين. الاندر لايننج هو عبارة عن كونكتيف تيشو برضو كونكتيف تيشو. تمام شكلها تحت الميكروسكوب هي الجزء اللي هنا دون الشريحة دي كانت من الثايرويد جلاند اللي هو الغدة الدرقية. تمام فاللي جوه دون الثايروكسين. احنا بنبصش على كل ده، انت بتبص على اللايننج بتاعت ده بقى من الفيديو اللي عندكم. اللايننج هتلاقي السيلز عاملة ازاي، بتبقى كيوب شيب والنيوكلس بتاعتها لو جيت بصيت عليها هتلاقيها راوندد هنا. ايه واضحة قوي ان هي راوندد. تمام يبقى دي اول حاجة بالنسبة لي اللي هو سيمبل كيوبيكال او كيوبويدال. بتبقى سنجل لاير من كيوب شيب سيلز بيبقى ليها سنتر راوند النيوكلس. بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في الثايرويد زي دي مثلا ثايرويد جلاند. بتبقى موجودة في السليفري في البنكرياس، دي كلها اماكن. تمام يبقى عرفنا. لو جات لك تاني شريحة اللي هو السيمبل كيوبويدال هتقوم قايل ايه؟ لايت مايكروسكوب اتش اند اي اسم الشريحة سيمبل كيوبويدال. عرفت ازاي؟ هي هتبقى موجودة في جلاند عامة، فهتلاقي ان هي بيبقى جوه الجلاند. طبعا هيبقى فيه مثلا ميوكس، هيبقى فيه او هيبقى فيه قصدي اللي هو زي هنا الثايرويد، فهتلاقي حاجة جوه ومتحوطة بقى بالسيلز اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي كيوبويدال. تيجي بس تبص على النيوكلس بتاعتها هتلاقيها راوند مدورة، تعرف على طول ان انت دلوقتي في سيمبل كيوبويدال. تمام تالت حاجة عندي هي عبارة عن السيمبل كولومينر. دلوقتي هنيجي نتكلم هنقوم قايلين ال ام. تمام اتش اند اي ده عبارة عن سيمبل كولومينر. عرفت ازاي ان هي سيمبل كولومينر؟ حاجة بص على سيل ده هي سنجل لاير من طول كولومينر سيل. الكولومينر سيل بتبقى حاجة طويلة كده. نيجي نبص على النيوكلس بتاعتها نلاقيها تحت خالص. يبقى هي طويلة يعني واخدة الطول ده كله زي هنا مثلا، واخدة الطول ده كله بس النيوكلس تحت. بتبقى ايه؟ بتبقى بيزل اوفال نيوكليوي. بتبقى موجودة هنا زي مثلا الاستومك، بتبقى موجودة في الاستومك، بتبقى موجودة في السيرفايكال كانال، موجودة في الانتستن. تمام هنا في الانتستن في الاستومك. تمام ده بالنسبة للسيمبل كولومينر. يبقى عرفنا شكلها بيبقى عامل ازاي. عندنا الشريحة هنا هنيجي نبص هنلاقي سنجل لاير، يعني هنلاقي الطبقات هي طبقة واحدة بس اللي شايفينها. شايفين كذا طبقة؟ هي طبقة واحدة. تمام ده عبارة عن السيمبل كولومينر. طب عرفت ازاي ان هي كولومينر؟ لو جينا بصينا هنا تاني ادي ده طبقة واحدة بس. لو جيت مشيت شفت النيوكلس لقى طبقة واحدة، وتلاقي السيل طويلة اما النيوكلس بتاعتها موجودة بيزل. هنا دي توضح اكتر، السيل طويلة اما النيوكلس بتاعتها بيزل تحت وهي عبارة عن سنجل لير. يبقى ده السيمبل كولومينر. نيجي للنوع السبيشال منه اللي هو سودو ستراتيفايد سيليتد كولومينر ابيثيليا. سودو ستراتيفايد سيليتد كولومينر ابيثيليا ده بيبقى عبارة عن ايه؟ قلنا ان هو عبارة عن سبيشال تايب من الابيثيليا. بيبقى عبارة عن ايه؟ اي سامبل يبقى هو عبارة عن سنجل لاير زي ما قلنا سنجل لاير من كولومينر سيل. بيبقى ريستنج على بيزمنت ميمبرين اندر لايننج كونكتيف تيشو فايبرز وكده. وبيبقى عندها السيلز بتاعت كراودد، بمعنى هي السيل هتبقى احنا قلنا ان هو عبارة عن سنجل لاير بس هنا السيلز بعض السيلز ما بتوصلش ليه السيرفس، فيبدا النيوكلس بتاعتها تظهر على انهم في طبقات مختلفه زي هنا كده بس. فيبان لك ان هو سودو ستراتيفايد، ان هي حاجه ستراتيفايد يعني كذا طبقه بس هي طبقه واحده بس. بعض السيلز ما بتقدرش ان هي توصل للسيرفس فالنيوكلس بتاعتها تبين ان هم في كذا طبقه فيتقال عليها سودو ستراتيفايد. تمام كده. وطبعا الشريحه اللي معانا بيبقى فيها جوبلت سيل. جوبلت سيل بتظهر حاجه بيضة كده، يعني بتبقى الشريحة قدامي ده كلها من الرهوان طويل والنيوكلس بتاعتها بتبقى في أجزاء مختلفة، بتبقى ليفلز بتعمل صفوف مختلفة عشان خاطر زي ما قلنا مش كلهم بيوصلوا للسيرفس. ويبقى في جزء أبيض كده اللي هو عبارة عن الجوبلت سيل زي هنا مثلا. دي برضو نفس الحكاية، اللي يبص ليها هيقول لا ده عبارة عن صفين، لا هي عبارة عن صف واحد بس النيوكلس عاملاه ان هو تبقى فيه تو روز كده. الجزء الأبيض ده اللي هو بيبقى جوبلت سيل ده سودو ستراتيفايد. طب هو السودو ستراتيفايد ده بيبقى موجود فين؟ قال بيبقى موجود في النيزل ساينسز، بيبقى موجود في النيزل اي حاجه يعني تبع التنفس بمعنى اصح، عشان السيليا دي بتبدا ان هي تشتغل تطرد حاجات
اي حاجه تدخل مثلا لي اللي هو الريسبيراتوري اللي هو الجزء بتاع التنفس يعني. تمام، يبقى ده السودا ستراتيفايد سيليتد كولومنر ابسيلين، والشريحه بيبقى فيها جبلة سيل، يعني الشرايح اللي بتنزل لكم بتبقى معاها جبلة سيل. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا كل السامبل، سامبل سكويمس، سامبل كولومنر، سامبل كيوبويدال، واللي هو السودا ستراتيفايد سيليتد كولومنر اللي هو السبيشال تايب منه، وعرفنا شكلهم هيبقى عامل ازاي. تمام، ده بيبقى صف واحد والسيلز بتاعته بتبقى فلات بسيطه قوي. الكيوبويدال ده هنلاقي اكيد اللي هو طبعا في ثايرويد او حاجه، فبيبقى فيه جلاند، هنلاقي جواه بيبقى فيه زي هنا مثلا ثايروكسين، وتبقى متحوطه. نيجي نبص على النيوكليس بتاعتها هنلاقيها حاجات راوندد، ده يبقى ايه سيمبل ايه كيوبويدال. نيجي للسيمبل كولومنر بتبقى حاجه طويله، السيل نفسها طويله. طب النيوكليس بتاعتها فين؟ ده اوفال وبيزل موجوده تحت، وعباره عن صف واحد عشان ما نلخبطهاش مع اي حاجه تانية. يبقى ايه، بيبقى صف واحد زي هنا، صف واحد والسيلز تحت او النيوكليس بتبقى تحت. طب السودا ستراتيفايد ده سهل قوي، ده هو بيبان كانهم صفين بس هم عباره عن صف واحد، هو حاجه واحده بس النيوكليس عامله ان هم كانهم صفين، وبيبقى فوق كده بيبقى في اشكال كده طالعه، دي عباره عن السيليا بتاعتها، وممكن نلاقي في الشريحه جبله سيل. ندخل بعد كده على الاستراتيفايد. احنا عندنا كل الاستراتيفايد هو عباره عن استراتيفايد سكويمس، سواء كيراتينايز او نان كيراتينايز. تمام، عشان الاول جات لي شريحه هبدا ان انا اشوف هي استراتيفايد ولا لا. طبعا هتجيلي الشريحه والا الا ام اتش اند اي، وان جاي على اسم الشريحه وابدا ان انا افسرها هي استراتيفايد ليه. تمام، ان هو بيبقى فيه مين لايرز، وبتبقى بقى احنا بنقسمها في سكويمس، والنوع اللي عندي هو سكويمس سواء كان كيراتينايز او نان كيراتينايز. اول حاجه انا جات لي شريحه عايز اعرف هو استراتيفايد اساسا ولا لا. احنا هنلاقي الجزء اللي هو بتاع اللي قدامي بيبقى عباره عن كذا طبقه، لما اجي ابص اه ده فيه كذا نيوكليس، ده اكتر من اتنين عشان برضه ما لخبطهاش مع سودا ستراتيفايد، ده اكتر من اتنين كذا طبقه موجوده قدامي، يبقى ده انا كده ستراتيفايد. تمام، مش هتلخبط بقى ستراتيفايد ايه لان انا ما عنديش غير ستراتيفايد سكويمس. تاني حاجه بقى هبدا ان انا اخد بالي من هل هو كيراتينايزد ولا نان كيراتينايزد، وده الجزء اللي احنا هنعرفه دلوقتي. عندنا يعني ايه كيراتينايزد نان كيراتينايزد؟ عندنا النان كيراتينايزد اللي هو الطبقه بتاعه السيل هنا قدامي، ابدا ان انا اعرفها بان الطبقه دي بتبقى السيل لسه عايشه. الكريتينايزيشن معناه ان انا بموت السيل اللي قدامي، بدل ما بموتها يبقى انا دلوقتي السيل مش هيبقى فيها نيوكليس. تمام، فعندنا النان كريتينايزد السيل لسه حيه فبيبقى فيها نيوكليس. تمام، السيل بتبقى السوبرفيشال لاير بتبقى فلاتند عباره عن سكويمس، وبتبقى نيوكليس موجود جواها. تمام، اما الكيراتينايز انا بقتل السيل وببدا ان انا املاها بالكيراتين. تمام، وتبدا ان هي تديلي الطبقات دي، ده شكل تاني. ادي السوبرفيشال لاير، دي النان كيراتينايز. نان كيراتينايز يبقى فيها النيوكليس، نان يبقى فيها نيوكليس. تمام، انا بشوف النيوكليس في السوبرفيشال لاير، اما هنا الكيراتينايز لا، ده ما فيهاش نيوكليس، ده انا قتلت السيل. تمام، وعملت قشره اللي هو سترياتم كورنيوم وبتبقى مليانه كيراتين. تمام كده، فهنا انا عندي دلوقتي الشريحه، انا بصيت لقيت ان هي عباره عن كذا طبقه، اه يبقى انا كده ستراتيفايد، وانا ما عنديش غير سكويمس ستراتيفايد سكويمس، اعرف كراتينايز ولا لا. دي طبقه واحده، هنيجي نبص على اخر جزء، اخر جزء هنيجي نبص عليها هنلاقي النيوكليس موجوده فيها، انا شايفه النيوكليس في الطبقه الاخيره، يبقى انا دون ستراتيفايد سكويمس نان كراتينايز، نيوكليس يبقى نان كراتينايز. تمام، طب لا ستراتيفايد سكويمس اللي هو الكراتينايز لا، ده انا شايفه طبقات الكيراتين اللي موجوده. تمام، كانها قشره موجوده قدامي وكذا طبقه، يبقى انا كده ايه كيراتينايز. طيب عندنا ده اول حاجه اللي هو الاستراتيفايد سكويمس نان كيراتينايز، وعرفنا ازاي. دي اشكال تانية ليه، هنيجي نبص ده كذا طبقه كذا نيوكليس، يبقى انا كده استراتيفايد. بص على اخر حاجه، اه ده في نيوكليس هنا شايفاه، اه ده في نيوكليس هنا قدامي، وهنا نفس الحكايه، اخر طبقه فيها نيوكليس، اخر طبقه فيها نيوكليس فلات. تمام، يبقى انا دلوقتي ايه نان كيراتينايز. نيجي بعد كده على الكيراتينايز، انا اجي ابص كذا طبقه يبقى ستراتيفايد، هبص فوق لا ده فيه اللي هو كيراتين كتير، قشره كتير، يبقى دون ايه ده كده كيراتينايز، في كيراتينايزيشن موجود اهي، ديد سيل وبتبقى فيلد ويز كيراتين، يبقى انا كده ستراتيفايد سكويمس كيراتينايز ابيسيليا. بدل ما انا عرفت ان هو كيراتينايز، عندي بقى نوعين، عندي سيك سكان وعندي سين سكان. تمام، يبقى انت وصلت ستراتيفايد وسكويمس وعرفت ان هو كيراتينايز، هتيجي عند الكيراتينايز ده وتشوفه سيك سكن ولا سين سكن. طب هعرف ازاي؟ عند السين سكن من اسمها بتبقى طبقات رفيعه، اما السيك سكن بتبقى ممكن نفس الطبقات او اكتر، يعني السيك سكن بتبقى حتى ممكن عدد الطبقات اكتر من السين سكن، ومش بس العدد بيبقى الحجم بتاعهم، يعني شايف الطبقه بتاعت الكيراتين قد ايه وانا طبقه الكيراتين قد ايه، ده كده سيك سكن.
فعندي الشرايح اللي قدامي انا فرقت بينهم بين يعني عملتهم في جدول، ده السن سكان وده السيك سكان، دي برضو من الفيديو. هنيجي نبص عليها نلاقي الطبقات مش دي كلها عبارة عن سكان، لا ده الجزء ده بس هو عبارة عن الستراتيفايد سكويمس. تمام، الجزء اللي انا بتكلم عنه الفكرتنايزيشن واللي هنبدأ نفرق بينه الطبقات هنلاقيها صغيرة ازاي، يجي هنا نبص على الطبقات هنلاقيها اكبر بتاعت السيك سكان. يبقى انا دلوقتي فرقت بين السن سكان والسيك سكان. يجي للنوع اللي هو السبيشال من الاستراتيفايد اللي هو عبارة عن الترانزيشنال ابيسيليال. الترانزيشنال ابيسيليال ده هو عبارة عن ايه؟ ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في اليورينري تراكت. بيبقى عبارة عن ايه؟ عندنا بيبقى عبارة عن كيوبويدال او بيتقال عليها دوم شيب. دوم شيب اللي هو ايه؟ سيلز بيبقى ليها كونفكس اوتر سيرفيس وكونكيف بيس. المهم ان هي بتبقى شكلها عامل ازاي، ممكن عشان اعرفها على طول بتلاقي ان السيل عبارة عن دوم شيب. تمام، بعض السيل بيبقى فيها نيوكليس واحدة او اكتر من نيوكليس. طب اسمها ترانزيشنال ليه؟ لان احنا عارفين ان هي لما تبقى بتبقى موجودة مثلا في البلادر اللي هو المثانة، المثانة وهي مليانة بتبدأ ان هو الطبقات بتاعة السيل دي تنضغط. تمام، لما تبقى فاضية بتبدأ الطبقات دي تفرد كده وعددها يبقى اكتر. تمام، فبالتالي على ترانزيشنال بتتحول من اسمها كده. تمام، انا هعرفها تحت الميكروسكوب ازاي؟ لو جينا شفنا السيلز هنا دوم شيب، تاني حاجة السيل الواحدة ممكن تلاقي فيها اكتر من نيوكليس، هي اكتر من نيوكليس اكتر من نيوكليس. الاشكال بتاعتهم مش ثابتة والبيزمنت ممبرين بتاعهم مش ثابت. تمام، يعني مش صف واحد كده، لا ده البيزمنت ممبرين بتاعهم بتعرج كده. تمام، فالسيل قدامي اهي تحت الميكروسكوب هتلاقي فيه حاجة دوم كده، وتلاقي السيل الواحدة فيها اكتر من نيوكليس، السيل الواحدة فيها اكتر من نيوكليس، تعرف على طول ان انت ترانزيشنال ابيسيلي. يبقى انا كده خدت الاستراتيفايد، خدت في الاستراتيفايد عرفنا الاول ان يبقى استراتيفايد ازاي، وبعد كده يبقى كيراتينايز ولا نون كيراتينايز ازاي، ولو انا كيراتينايز طب انا سين سكان ولا سيك سكان ازاي. تمام كده، وخدنا بعد كده ترانزيشنال ابسيلان اللي هو النوع السبيشال من الاستراتيفايد. ندخل بعد كده على الجلاند. الجلاند قدامي عايز اعرف في نوعين عندي، شريحتين، ميوكاس جلاند وسيرس جلاند. الميوكاس والسيرس في كذا فرق بين الميوكاس والسيرس، في جدول بينهم هما الاثنين، بس انا دلوقتي في العملي انا عايز انجز، عايز اعرف قدامي دلوقتي ازاي اعرف دي سيرس ودي ميوكاس. تمام، عندنا بيقول لك ان انت لو خدت بالك هنا شايفين اليومن بتاعه الميوكاس واليومن بتاعه السيرس، ما لناش دعوه بالاشكال التانية دي، السيرس بتاع الميوكاس. لو جيت بصيت على بتاع السيرس هتلاقي سمول يومن اللي هو التجويف اللي جوه دون ده صغير، اما بتاع الميوكاس ده كبير. وده اللي انا لاحظته في الشرايح، ده اكتر حاجة، يعني هو في فرق بينهم كتير بس ده اكتر حاجة هتفرق لك بينهم تحت الميكروسكوب. لو جيت بصيت على الميوكس بصيت شايفين اليومن واسع ازاي، التجويف بتاعه واسع ازاي، جيت بصيت على السيل هنا التجويف ضيق، اي سيل هنا تلاقي التجويف واسع. هم هنا كاتبين لك ان هي ممكن المادة اللي جوه تبقى فاتحة شوية، يعني انتوا بتحاولوا ايه نسكن برضو مع بعض. تمام، بس هي دي الحاجة اللي ممكن تفرق لكم اكتر. يبقى عندنا الميوكس اليومن واسع ازاي، اما هنا بتبقى اليومن ضيق، يبقى دي سيرس، يبقى سيرس بتبقى ضيق الميوكس بتبقى واسع. تمام كده، اخر نوع من الابيسيليا اللي هو سبيشال معانا هو عباره عن نيورو ابيسيليا. النيورو ابيسيليا دون عباره عن ايه؟ ده اللي هو سيلز اوف ابيسيليا الاوريجن. تمام كده، بتبقى عباره عن سنسوري، الفانكشن بتاعتها ان هي الاحساس، بتدي احساس. بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده مثلا في التانك، يعني زي دي بيبقى جواها تيست بود الشكل ده. الشريحة الوحيدة اللي وصلت لي منكم اللي هو الشريحة دي مكتوب عليها نيورو ابيسيليال، شكلها كده كأنها ام على شكل ام. تمام، بيبقى فيها دي بتبقى عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن نيورو ابيسيليال. تمام، وظيفته ايه؟ هو عبارة عن سنسوري، بيبقى جواه تيست باز دي. تمام، بيبقى شكلها بيبقى فيها تيست سيل، بيبقى فيها بيزا سيل، وطبعا متصلة بالنيرف لان هي اسمها نيورو ودي حاجة احساس عشان توصل الاحساس. بتبقى موجودة فين؟ على مثلا التانج، بتبقى موجودة في التانج دورس السيرفس بتاع التانج. يبقى دون اخر حاجة بالنسبة للابيسيليال. يبقى كده اتكلمنا في الابيسيليال، خدنا السامبل بانواع، وخدنا الاستراتيفايد السكويمس كراتينايز ونون كراتينايز، والسبيشال تايب اللي هو ترانزيشنال، وبعد كده خدنا حاجات معينه من الابيسيليال اللي هو نيورو ابيسيليال، وخدنا الميوكس والسيروس اسيناي او جلين. نيجي نتكلم بعد كده على الكونكتيف تيشو. عندي الكونكتيف تيشو في اللي هو كذا سلايد فيه، يعني حاجات مخصصه كده. عندنا اول حاجه هو عباره عن الاورطه. تمام، شريحه الاورطه قدامي هعرفها ازاي؟ اول حاجه هي بيبقى عباره، ده عباره عن الاستيك فايبر، الفايبرز اللي مكونه منه الفيزلز دي. تمام، وبيبقى
الشريحه من بره عشان اسكمها، انا سكمتها ان هي بتبقى داير حمر. داير حمر ده الاورت، لانه الاورت عباره عن فيزز، لو انت خدت فيه اللي هو سيكشن هيبقى ظاهر لك على انه داير، تمام. فدي الشريحه اللي جات لي برده منكم، دي الاورته. والاورته ليه سبيشال ستين اللي هو الاورسين ستين، تمام، بتصبغه لون براون. يبقى دي اول شريحه عندي بالنسبه لي الكونكتيف تيشو اللي هو هيبقى عباره عن ايه، هيبقى عباره عن الاورته. تاني حاجه اللي هو اللي جامنت منك دون، في عندي شريحتين اللي هو ترانسفيرس سيكشن وفي لونجتينال سيكشن. اللي جامنت مدون ده نفس الحكايه، بيبقى مصبوغ باللي هو الاورسين، بتبقى مدياله اللون اللي هو البراون. ده بيبقى عباره عن اللس كونكتيف تيشو، بيبقى يلو كده، هو اساسا شكله بيبقى يلو في الفريش كونديشن. لو انا صبغته بالاورسين قلنا ان هو يظهر ان هو لونه براون، تمام. اللي عندي هنا دلوقتي في شريحتين، ازاي اعرف اللي هو ترانسفيرس وازاي اعرف ان هو لونجيتودينال. بص، اي حاجه هناخدها لونجيتودينال هتبقى بالطول كده، تمام، تلاقي الحاجات ظاهره كانها صفوف بالطول كده، او معلش بالعرض، ظاهره كانها صفوف كده، ده عباره عن لونجيتودينال. اما الترانسفيرس، انت جبت الحاجه تمام وقسمتها، بدات ان انت من جنب كده تبص عليها، تمام، فتبدا ان هي تظهر لك بالشكل ده. يبقى الشرايح قدام اهي. طبعا لو معايا الشريحه من بره كنت سكنتها لكم افضل، تمام، بس احنا ناخد بالنا من اللون مثلا، يعني اللون ممكن يبقى مميز شويه، ده اللي جامد منقي. لو انت حاجات بالطول، اي حاجه هناخدها دلوقتي حتى في التندون، بس شايفين قدامي هنا التندون اهو لونه احمر، تمام. التندون ده عباره عن اللونجيتودينال سيكشن، اللونجيتودينال سيكشن حاجات بالطول كده اهي، صفوف كده. اما جيت لو بصيت على وخدت ترانسفيرس سيكشن، لو جيت بصيت على ترانسفيرس سيكشن هتبدا ان هي تظهر لك كانها حته لحمه كده على الشريحه، انا كنت مسكمها كده حته لحمه على الشريحه، تمام. هنا نفس الحكايه، اللونجيتودينال هيبقى بالشكل ده، والترانسفيرس هيبقى بالشكل ده، تمام. نيجي بعد كده الميكويد كونكتيف تيشو. الميكويد كونكتيف تيشو عندنا اللي هو الامبلايكال كورد. الميكويد عندنا الامبلايكال كورد هو الشريحه اللي موجوده معاكم. برضو عايزين نسكمها عشان تبقوا عارفينها، هنسكمها من بره احسن. يعني من بره لو جيت بصيت على الشريحه بتبقى عباره عن الامبلايكال كورد اللي هو بيبقى فيه بلاسنتال فين وبيبقى فيه اتنين ارتري، بيبقى شكله على الشريحه كان شكل وش كده، تمام. فده بيبقى الامبلايكال كورد. لو جيت بصيت بقى تحت الميكروسكوب بيبقى بالشكل ده. اخر شريحه عندي بالنسبه لي الكونكتيف تيشو هو الريتيكولار كونكتيف تيشو. الريتيكولار كونكتيف تيشو بيبقى عباره عن شبكه من الريتيكولار فايبرز والريتيكولار سيلز، وبيقول لك ان هي بتبقى ستيليت شيب، يعني بيبقى شكلها شكل النجمه. عندنا الشريحه دي طبعا تقول ال ام، هتقول السبيشال ستين، لان هنا في الريتيكولار بيبقى ليها ستين معينه اللي هو السيلفر ستين، تمام. وتبدا ان انت تقول اسم الشريحه، ده عباره عن ريتيكولار كونكتيف تيشو، وتبدا ان انت تفسرها ودون من النظر بتاعك، تمام. وطبعا الريتيكولار كونكتيف تيشو بيبقى اكتر موجود في بعض الاورجنز زي السبلين والليمفويد اورجنز زي الليمف نود والبون مارو والسبلين، تمام كده. يبقى ده بالنسبه للريتيكولار سيل. يبقى انا كده اتكلمت على ال ام، اتكلمت عن الكونكتيف تيشو، الاورت ازاي اعرف من بره. طبعا كل حاجه انا بقول لكم عليها بنسكمها، ده عشان خاطر العملي، اما النظري او الكومنت اللي اتكتب ده انتوا بتبقوا حافظينه من النظري، تمام. اورته هنلاقي حاجه دوريه، وما ننساش اهم حاجه الستيم بتاعته اللي جامنتم. التندون عندي تندون، ونبدا نكتب مثلا اللي قدامي دي شريحه اللي هو ال اس اللي هو لينجوتيدنال سيكشن ولا ترانسفيرس سيكشن، دي ما تنساهاش برده عشان تبقى بدرجات، تمام. ده الميكويد كونكتيف تيشو، تمام، الريتيكولار كونكتيف تيشو. يجي بعد كده على الالكترو مايكروسكوب، دي كلها الصور بتاعت الالكترو مايكروسكوب دي بتبقى جايه لكم من النظري، يعني الالكترو مايكروسكوب اكتر بتبقى النظري، يعني هو حتى تقريبا نفس الصور اللي بتبقى موجوده عندكم في الكتاب، تمام. عندنا مثلا اول حاجه ده عباره عن الايه السيل ميمبرين، تقوم جايه مثلا السيل ميمبرين باللايت مايكروسكوب بيبقى شكله عامل ازاي، بيبقى سين لايننج بوردر، تمام. هو بيبقى تراي لامينر ميمبرين، احنا شايفين ان هو بيبقى كذا حاجه تراي لامينا ميمبرين، تمام. ويبدا ان هو يسالك على كذا حاجه تبع السيل ميمبرين، يعني انت جات لك الصوره دي هتقوم جايه هي بتطبع على ورقه او داتا شو ايا كان، فانت تقوم جايه ده سيل ميمبرين ويسالك سؤال او يقول لك كومنت، وده بيبقى من النظري، تمام. تاني حاجه ده برضو نفس الحكايه، ده سيل ميمبرين تراي لامينر، كذا طبقه، تلات طبقات تراي لامينر. بعد كده دي حاجه اسمها مايكرو باينوسايتوزس، وده ماكرو. المكرو ده ليه طالع بره، مسكمه بره، المايكرو كانها داخله لجوه، المكرو طالع لبره،
تمام. ده عبارة عن الاندوسيتوزس، دي حاجة بتدخل جوه السل والسل بتبدأ ان هي تحوطها كده، ده اندوسيتوزس، دي حاجة داخلة تبدأ ان هي تحوطها، ده اندوسيتوزس المراحل بتاعته تمام. الصورة دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ميتوكوندريا ومعاها ثانية دي عبارة عن الاندوبلازميك ريتيكولوم ومعاه ميتوكوندريا، الاتنين مع بعض. ده عبارة عن الجولجي اباريتس. الجولجي كومبلكس طبعا بيبقى فيه اللي هو كذا حاجة، اللي هو الفيزيكال اللي داخله، ده الجولجي اباريتس برضو. دي عبارة عن الميتوكوندريا، انيوليت لاميلي، انيوليت لاميلي بيبقى شبه السكة الحديد كده تمام. دي عبارة عن الرايبوزومز. الرايبوزومز عندي الفري رايبوزومز تمام، بيبقى فيه منه نوعين، في منه سوليتري وفي يتجمعوا مع بعض ويعملوا لي بوليزوم. ده الاتاتشت رايبوزومز مع بعض. دي الميكروتوبيول بس انا خدتها ترانسفيرس سيكشن، ناخد بالنا برضو اهي دي لونجيتودينال سيكشن، برضو مايكروتوبيول بس لونجيتودينال سيكشن، دي ترانسفيرس دي لونجيتودينال، دي برضو لونجيتودينال. دي عبارة عن السنتريول، دي السيليا بس انا قطعته وشفت الشيفت بتاعها، نفس الحكاية. دي السيليا، دي الميكروفينت فيلمنت بس دي عبارة عن بندل، دي شيت، الشيت بتبقى يعني ايه الفيلمنت او البندل بتلاقي كذا واحدة فبتبقى تخينة شوية، يبقى دي المايكرو فيلمنت، لو لقيت ان هي كذا واحدة كده وتخينة يبقى دي عبارة عن البندل كده تبقى شيت. ده عبارة عن جلايكوجين جرانيول، حاجات مدورة وكبيرة، دي السكريتوري جرانيول اللي هي هتخرج بقى، يعني احنا عملنا سكريشن لحاجة فالسكريتوري جرانيول اتعبت في جرانيول، في الجرانيول دي هتبقى شكلها كده. نفرق بينها طبعا بين اللي هو الجلايكوجين بتبقى اكبر وبتبقى مدورة كده. الميلانوسوم شبه البصمة طبعا، دي النيوكليس مش محتاجة، يعني لو جه وضح لي الصورة وبينها لي بالشكل ده يبقى هو عايز النيوكليار بول تمام. يبقى انا كده خلصت كل الالكترومايكروسكوب اللي ايه اللي عندي ده كلهم من النظري طبعا اكتر. دي شرايح تانية موجودة زمايلكم كانوا مصورينها، فاحنا يعني انا كده جبت لكم كل الصور اللي نزلت لكم عملي تمام واللي وصلت لي منكم تمام. ده سيكي سكان تمام، ده اللي هو ستراتيفايد سكويمس كيراتينايز ابيثيليا سن سكان، يبقى ده سك اما ده سن، ده وان ستراتيفايد سكويمس نان كيراتينايزد، ودي طبعا هي تحسها في طبقتين السيل اهي، ده وان عبارة عن اللي هو سود ستراتيفايد سيليتد ومعها جبلة سيل، دي نفس الحكاية. ده سيلز وانا عندي دلوقتي جلاند، ده فيه حاجات جوه هي تمام. فاكرين لما انا قلت لكم ان هو مثلا الثايرويد ده ثايروكسين اللي جوه، نيجي نبص على الطبقه هنلاقي السيلز مدوره، يبقى ده عباره عن ايه؟ سيمبل كيوبيدال ابيثيليوم. كده نكون خلصنا كل العملي، بالتوفيق يا دكاتره.